متابعة لهذا الموضوع ينضم إلي مراسلنا من بغداد محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. المشاهد التي رأيناها في هذه الصور هل ستستمر طويلا ليتم تصريفها؟ نعم، نبدأ من حيث ما انتهى سؤالك تحديدا فيما يخص انتهاء حالة الفيضان في عدد أو أجزاء من شوارع بغداد الرئيسية. هنالك استنفار لكوادر أمانة العاصمة بغداد بعدما أوعز أمين بغداد بذلك. انتشرت اللجان الميدانية من مركبات خاصة لسحب المياه، مياه الأمطار، وأيضا لجان العمل الإداريين رأيناهم منتشرين منذ الصباح بعد كمية الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى 31 ملم والتي لم تشهدها بغداد والعراق منذ سنوات مضت بسبب الجفاف. كانت هنالك عدد من شوارع العاصمة بغداد وأجزاء أيضا من بعض الشوارع الرئيسية كانت قد طافت المياه أو مياه الأمطار على عدد من شوارع العاصمة وتسببت في خناقات مرورية. هنالك أنفاق أيضا امتلأت من مياه إما نصفها أو بمنسوب لا تستطيع المركبات المرور إليه أو بها أو من خلالها. أوعز بعدها أمين العاصمة بغداد مع بداية هطول الأمطار باستنفار كافة الجهود أو كافة الكوادر الميدانية عفوا للنزول إلى شوارع العاصمة بغداد وسحب مياه الأمطار والذي تسبب بهذه الفيضانات. نقطتين مهمتين كما حددتها أمانة بغداد، الأولى هي نعم شبكات تصرف المياه الصرف الصحي في بغداد ويعني قدامتها وعدم استحداث منظومات متطورة وجديدة، هذا السبب الأول. عللوه أيضا بأنها تتسع فقط 22 ملم وغزارة الأمطار وصلت إلى 31 ملم. إضافة إلى السبب الثاني يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من محطات التي سحب هطلت المياه على العاصمة بغداد. إن سمحت لي أن أستوضح منك أكثر يا محمد، المشهد ربما من خلفك جيد لمن يراه، لكن ماذا عن المناطق الأكثر تضررا جراء كميات الأمطار التي هطلت على بغداد؟ نعم، استنفار الجهود الذي حدث من قبل أمانة بغداد تسبب بسحب كميات كبيرة من الفيضانات في شوارع العاصمة بغداد. جزء كبير من المناطق المتضررة قد سحبت المياه منها وعادت حركة المركبات إلى طبيعتها، خصوصا أن الأمطار قد توقفت بعد الساعة 9 صباحا. كانت هنالك سخات خفيفة للمطر وبعدها توقف هطول الأمطار، بالتالي تمكنت الكوادر المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد من سحب كميات من مياه الأمطار التي أغرقت شوارع بغداد، ومن ثم عادت الحركة حركة المركبات إلى طبيعتها. شدة الفيضانات كانت في التقاطعات الرئيسية وفي الممرات المركبات داخل الأراضي التي تسمى بالأنفاق أيضا، وتقاطعات التي فيها أنفاق كانت هنالك فيضانات كبيرة عاقت حركة المركبات ممن يودون الانتقال. وأيضا من حسن الحظ أنه كان يوم سبت وتوقف أو عطلة رسمية للدوام المدارس والكليات والدوائر الحكومية، بالتالي لو كانت في أيام الدوام الرسمية لكان هنالك صعوبة كبيرة لتنقل الموظفين والطلاب مضاعفة، أيضا بالإضافة إلى هنالك مراكز صحية قد دخلت إليها مياه الأمطار. طيب. عدد من المراكز الصحية ما تسبب بتلوث هذه المراكز، كلها مؤشرات أشرت عليها أمانة بغداد، وكانت هنالك وعود بالإعفاءات ومحاسبة المقصرين لأن موسم الأمطار كان متوقع وكان الرصد الجوي تحدث كثيرا بأن هذا الموسم سيكون موسم غزارة أمطار ونهاية فترة الجفاف، بالتالي كان من المفترض أن تتهيأ دوائر البلديات أن هذا المنخفض قد يستمر لثلاثة أيام قادمة، أي ربما ستعود موجة الأمطار من جديد. ماذا أعدت لكل ذلك أمانة بغداد وهل هي محتاطة بما يكفي؟ نعم، أولى المؤشرات اليوم قد اتضحت أن عدد من دوائر التابعة لأمانة بغداد لم تكن متهيئة كفاية لاستقبال هذا موسم الأمطار هذا، لا يمكن أن يكون هنالك استعداد كبير جدا لهذه الدوائر في هذه الأيام. هنالك أشهر
مرت في موسم الصيف والخريف ولم تتمكن هذه الدوائر التابعة لمدينة بغداد من التهيئة ومن تحضير الجهود الكافية للسحب مياه الأمطار، والجهد الأكبر سيكون على اللجان الميدانية. أمانة بغداد قد تحدثت عن أن يعني الشبكات تصريف المياه، مياه الصرف الصحي والتي تستقبل الأمطار، أكدت على أنها قديمة جدا ويجب أن تستحدث بالأجهزة الحديثة وبأنابيب مختلفة عن ما كانت عليه في الفترات الماضية، تهالك جزء كبير منها. وأيضا وجهت أو يعني كانت هنالك مطالبات بضرورة دعم محطات سحب مياه الأمطار بالكهرباء المستمرة. انقطاع التيار الكهربائي قد أضر أيضا بعمل هذه الدوائر وأوقف الأجهزة من سحب مياه الأمطار، بالتالي تسبب الأمر بفيضان. كان انقطاع للتيار الكهربائي صباح هذا اليوم فجرا وصباحا أيضا لم يتشهده بغداد منذ أيام، بالتالي كله تسبب بهذه الفيضانات وبهذا الغرق. بالتالي استعداد أمانة بغداد ربما يكون عن طريق الكوادر الميدانية وعن طريق المركبات التي تتجول في بغداد أثناء حسب قواطع، بالتأكيد حسب قواطع كل دائرة تتجول في هذه القواطع وترصد أي أماكن تكون فيها حالات فيضان وتسحب هذه الرقع وهذه الأمتار المكعبة من الفيضانات عن طريق المركبات التي تتجول. من بغداد كنت معي مراسلنا محمد فراس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.